فتح الموضوعات عن الغيبيات بيعمل إثارة وبيعمل ضجة. والله بصي، أنا كل الحلقات اللي أنا عملتها ما كانتش بتتكلم عن الغيبيات وعملت إثارة. يعني من الحلقات القوية جدا اللي أنا عملتها عملت مشاهدة جامدة جدا القدس وإسرائيل، الأنفاق اللي في رفح، فهي ملاش دعوة بالغيبيات خالص. يعني حلقتي اللي عملت ضجة فعلا ما كانش ليها دعوة بالعفاريت خالص، بالعكس. بس عملت ضجة قد العفاريت؟ رفح عاملة فيورشيب أكتر من عفاريت على الفيسبوك. رفح لأنه دي قضية إنسانية قوية جدا، يعني قضية عربية مهمة بالنسبة للوطن العربي كله، من الصغير للكبير مهم بالنسبة له. ده يعني ده في دمنا، ده احنا رضعناه واحنا صغيرين. لا، حاجات كتير قوي، مستشفى المجانين، مش عارفه ايه. يعني حلقاتي اللي هي عملت ضجه بجد ملهاش اي دعوه بالغيبيات. وبعدين هقول لك حاجه، انا بقالي 8 سنين عملت كام حلقه عن الجن؟ بقدم 3 حلقات في الاسبوع، يعني 12 حلقه في الشهر. قدمت في 9 سنين حلقتين. قلتي أسعى لتقديم كل ما هو مثير، والإثارة الوحيدة التي لن أستطيع تقديمها هي الأفلام الإباحية. بصي، هو أنا ما ينفعش أبقى قلت لأن أنا ما بعملش حوارات صحفية خالص. خالص. أنت نزلك حوار من أسبوع في اليوم السابع. نزلي حوار في اليوم السابع، بس اليوم السابع ده مش صحافة. أمال ده إيه؟ لا، اليوم السابع ده زميل خالد صلاح. صحافة؟ معنى انه زميل ما بقاش صحافه؟ لا، مش صحافه، لان هو بيتكلم على قوية. لا، ده ترويج النهار بتعمله الحلقات صبايا الخير، مش عن حياتي الشخصيه وجوزتي مين وعملتي ايه، مش حوار صحفي يعني. سمعتي الاغنيه الرسميه لتكاتك؟ ايه الاغنيه الرسميه لتكاتك؟ انا اسم البرنامج على التكاتك. على التكاتك؟ وعربيات النقل وعربيات التاكسي والمحلات في وسط البلد والمدارس ونيرسريز. هي أغنية معمولة على ريهام سعيد، سمعتيها؟ في واحدة من أغاني المهرجانات. في 6-7 أغاني مهرجانات على ريهام سعيد. على ريهام سعيد. سمعتي الخالة نوسة؟ لا. بصي، في ناس بتبقى حباني فتعمل لي مهرجان فظيع وأنا بتاعت الخير وجميلة وحلوة وكده، وفي ناس متضايقين مني لغرض ما، يقولوا اصلها وحشه وحلوه ومش عارفه ايه. وانا اوعي تفهمي اللحظه ان انا بتضايق لما يكون مثلا حد يدخل، مثلا حد يدخل يعمل كومنت انه شتم. هو اتفرج على البرنامج ولا ما اتفرجش؟ انا ما اقدرش اتفرج على حد ما بحبوش. انا بالنسبه لي كل اللي بيشوفني بيحبني، وكل اللي كلف نفسه يقعد يألف اغاني ويغنيها لا، هي الحقيقه كمان انه حتى لو حد مش بيحبك وبيتفرج عليكي فده في حد ذاته نجاح. لا يعني حتى لو انا مش بحبك واتفرجت عليكي، اتفرجي مره كويس قوي ان انا مهتمه بيكي كده وبتفرج. لا، لو انا مش بحبك وكل شويه بتفرج بس عليكي، هتقعدي كل يوم تتفرجي عليا؟ لا، انا بحس ان كلهم بيحبوني. بس لدرجه ان انا حتى لما ارد على كومنت مثلا على صفحتي والراجل اللي مثلا شاتم او كده يحس ان انا شفت، يرجع في كلامه على طول: يا استاذ انا اسف ومش عارفه ايه وبتاع. فهي بتبقى بيحس انك شفتي ازاي؟ بتبقى هيصه. ايه؟ بيحس انك شفتي ازاي؟ انا بكتب له كومنت. بتردي على الكومنت فبيعرف ان انت شفتي، فبتكسف من نفسه وبيتراجع. مش بيتكسف، هو مش ده هو اللي حاسه، لانه قاعد: انت قمتي، لا انت عملتي، انت سويتي، انت بصيتي بالنظره اليمين في يمين، انت عملتي مش عارفه ايه، شعرها كان اصفر النهارده، جبتها كانت ايه. مفيش حد ما بيحبش حد بيراقبه كده خالص. انا بعتبر ان كل اللي بيشوفني الف حمد وشكر بيحبني، وانا كمان ما بتضايقش من اي حد بيقول عليا كلمه مش لطيفه، يعني باخد حسنات طول ما انا قاعد. يا ريهام، قولي الحق، العفريت طلع ولا لا؟ العفريت طلع، بس ممكن يرجع في اي وقت. ممكن يرجع في اي وقت. ها، ممكن ابعته لحد. طلع ممكن ابعته لحد، طلع وقعد جنبك ماشي وراك. وممكن ابعته لحد، ممكن يبقوا معانا دلوقتي، ما حدش عارف. صح، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. جزء كبير من جمهورك اللي بتاثر بيكي هو الناس الشعبيين والناس اطيب ناس، البسطة. لما يطلع اغاني من وسط الناس الشعبيين والبسطة فيها سخرية من بعض موضوعاتك، ده بتسميه ايه؟ ده بتشوفيه ازاي؟ لا، هي حرام، ما بيبقاش كده. هي بيبقى انه شايف مثلا ان منطقته بتحب قوي ريهام سعيد، فهو نفسه يغني. يتسمع ازاي؟ يجيب اسم ريهام سعيد عشان الناس تسمع الاغنية وترددها. زي بالظبط موقع لسه طالع، بس مش هيقول الخير بقى اعلانات وبقى كله اشتغالات. لا، لازم يقول كده. امال هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ لازم اسم ريهام سعيد. بقول يقول زي الناس اللي بتقول حاجات حلوه لريهام سعيد. هيكتب ريهام سعيد بتاعت الخير؟ انت لو لقيتي بوست ريهام سعيد اجرت 3000 عمليه، هتخشي البوست؟
لكن لو كتبت لك فضيحة ريام سعيدة تدخل. هي كده أنا أعمل أغنية شتيمة فتسمع أكتر. هي ماشية كده. بس في الآخر ده يعني مش مهم خالص.